أهلا بكم من جديد. في صورة مأساوية دهس تراموي بمحطة سوريكال بالدار البيضاء بالعاصمة سيدة كانت تهم بالعبور ليريدها قتيلة، وقد تأخر استخراج الجثة من تحت التراموي. وسنوفيكم مشاهدينا بمزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة في مواجزنا الإخبارية اللاحقة. في شأن آخر، كشف رئيس مصلحة أمراض العيون بالمؤسسة الاستشفائية لمين دباغين لباب الواد الأستاذة مليكة تيار حناشي لتلفزيون النهار أن ما يقارب 5% من الأشخاص البالغ سنهم 40 سنة فما فوق يعانون من مرض الزرق، منهم أزيد من 55% لا يعلمون أنهم مصابين بهذا المرض. ياسين بابسي رصد لنا التصريح التالي. La prévalence du glaucome sur population de plus de 40 ans est de 4,6%. C'est un chiffre qui a été révélé par cette enquête. C'est-à-dire que cela fait rapporter à la population de 40 ans entre 450 000 et 500 000 glaucomateux. C'est beaucoup. C'est une maladie chronique qui, si elle n'est pas traitée, évolue vers la cécité. Et le plus grave, c'est qu'elle ne donne aucun signe, pas de douleur, pas de rougeur, jusqu'au moment où le malade commence à avoir de grosses pertes de champ visuel. Et là, quand il commence à s'en rendre compte, souvent c'est déjà trop tard. Plus de la moitié, 55% d'entre eux, donc parmi ces glaucomateux, ne savent pas qu'ils ont la maladie. On l'a dépisté au cours de cette action que nous avons menée. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de dépister, de faire des campagnes de dépistage et de lancer un appel pour la population à partir de la quarantaine, à partir de 40 ans et plus. Il faut que les patients aillent consulter au moins une fois. وفي سياق ذاته قالت الأستاذة مليكة تيار حناشي أن سبب الإصابة بمرض الزرق يبقى حتى الآن غير معروف، ولكن المختصين يرجحون ارتفاع ضغط الدم الداخلي للعين الذي يترتب عنه في عدة حالات إعاقة تسرب سوائل العين الداخلية إلى جهاز الأوعية الدموية وخارجها. ياسين باباسي مرة أخرى. ce qui donne le glaucome, mais on connaît des facteurs de risque. On sait que l'âge, au-delà de 40 ans, est un facteur de risque. Plus on avance en âge, plus la fréquence augmente sur cette population. Il y a aussi les antécédents de glaucome dans la famille. On retrouve dans 20% des cas, on retrouve un facteur héréditaire. On ne sait pas exactement comment ça se fait, mais on sait qu'il y a des familles de glaucomateux. Donc si vous avez un glaucomateux dans la famille, raison de plus pour aller après 40 ans rechercher cette maladie. إلى ذلك دعا البروفيسور جلال بركان المختص بأمراض العيون بالمؤسسة الاستشفائية لامين دباغين بباب الواد بالجزائر العاصمة، دعا السلطات المعنية لإدراج مرض زرق العين ضمن الأمراض المزمنة والتي تمكن المريض من الاستفادة من إمكانية تعويض الأدوية. ياسين باباسي ثانية. السمة تاع غالية غالية شوية، سي بو سا حنا رانا نطلبوا للسلطات العمومية باش يعني يدخلوا يدمجوا هذا الداء في قائمة الأمراض المزمنة باش يكون تعويض يعني كامل، خاصة وهذا المرض يقيس يعني المواطنين اللي عندهم أكبر متقدمين في السن، في سن كبير هذوك، وهذوك يعني يكونوا متقاعدين عندهم مدخول ضعيف ما يقدروش يعني باش يخلصوا هذا الدواء، لازم يكون تعويض كامل من طرف صندوق الضمان الاجتماعي باش يقدروا يعني يعالجوا هذا المرض. لو كان ما يتبعش بطريقه يوميه دائمه طول الحياه هذا الدواء، يعني هذا المرض راح يتقدم وراح يقدر يتسبب للعمى. تم اكتشاف 9 حالات إصابة بداء الملاريا بمنطقة العطف بولاية غردايا خلال أسبوع، حيث توفيت حالة في حين يزال 4 مصابين يتلقون العلاج بمستشفى ترشين إبراهيم بغردايا، فيما غادر 4 المتبقون مصلحة الأمراض المعدية بعد تلقيهم العلاج. المزيد مع سميرة مواقي. غير ضربة الريح ولا لاغريف حتى الطبيب عادي ما فهمش
هي عطاني الادويه كلش ما كان والو. هي نهار لي ربعه خاطر راني خدام اساس في فليكو. هي نجا للمدير تاع المدرسه قلت له الله بزاف شدني شدني الدوخه بعد والراس يطرطق. هي خلاص قال لي يلا شويه كنا نديك بين الحالات اللي جاو من منطقة العطف سي في ديتيل دو ديزون كي بيان ايفولي سي تريتمون. الحالة الخطيرة إن شاء الله راهي جازت لها، راهي اليوم السابع الأعراض كاع راحوا، ما كان لا سخانة لا قيادة لا ديالي ليطا تاعها لي تري تري بيان لي كونسيرفي. والجدير بالذكر أن الطالب الجامعي المتواجد حاليا بمستشفى باتنا للعلاج بعد إصابته بداء الملاريا ينحدر من ولاية الأغواط من ولاية غرداية وبضبط من منطقة سدرتة. في شأن آخر، تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية الوادي في عملية نوعية لها من إحباط تهريب 2500 هاتف نقال كانت مموهة داخل صناديق بلاستيكية لنقل البطاطا على متن شاحنة من نوع سوناكوم كانت تجوب شوارع وسط مدينة الوادي، وبعد ملاحقتها من طرف الجمارك تركها سائقها ولذ بالفرار. فيما تم حجز الشاحنة وبها هذا الكم من الهواتف النقالة من مختلف الأنواع والأحجام، وقدرت غرامة البضاعة المحجوزة بأزيد من 12.5 مليار سنتيم، تم تحرير محضر بها واختار وكيل الجمهورية. التفاصيل في ميكروفون سكينة بالعروسي. الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي من إحباط عملية تهريب هواتف نقالة على متن شاحنة من نوع سوناكوم، الهواتف النقالة المحجوزة 2500 هاتف وتقدر القيمة الإجمالية للغرامة ب 12 مليار و57 مليون و500 ألف سنتيم. أشرف المدير العام للجمارك محمد عبد بودربالة على تدشين 6 مراكز جمركية للمراقبة عبر الشريط الحدودي الغربي في شطره الجنوبي. هذه المراكز أنشئت بعد نجاعة مركز المراقبة الوحيد الذي كان يتوفر عليه تلمسان ببلدية هنين ونجاحه في استرجاع ما قيمته 22 مليار و26 مليون سنتيم. مراكز المراقبة دخلت اليوم حيز العمل ب40 جمركيا لكل مركز يعملون على مدار ال24 ساعة بدوريات لا تتوقف أبدا، وقد استفادوا من تكوين عالي الكفاءة من حيث التدريب على استعمال الآليات والوسائل المتطورة من أجل اقتفاء أثر المهربين. التفاصيل مع فاطم زهرة جوال. تجهيزات راه وزارة المالية وكل السلطات راهي أعطت اليد المساعدة اللي باش يكون فيه غلاف مالي معتبر لشراء تجهيز وحديث فيما يخص السيارات الرباعية. راهي 500 سيارة رباعية هذه غادي باش تدعم الحدود وكذلك دعم الفرق الموجودة في الصحراء وفي الحدود الليبية والتونسية والمالية وكذلك، وفيه كذلك أجهزة أخرى أسلحة ركشنا لأن دعمنا بالأسلحة الحديثة للفرق، وفيه كذلك أجهزة خاصة الهاتف اللاسلكي والمواصلات والاتصالات. هذه كل أجهزة تدخل في باش تدعم النشاط الجمركي في الميدان. 28 عملية نوعية، 4 عمليات حجز مخدرات اللي تجاوزت ال 50 قنطار تاع الكيف المعالج. عندنا 6 عمليات في إطار محاربة تهريب الوقود، عندنا 5 عمليات في إطار تهريب النحاس، وعندنا حجز 29 مركبة ما بين سيارة سياحية وسيارة نفعية وشاحنة. كشف رئيس والمدير العام للمؤسسة الوطنية للتنقيب عن البترول جمال خلادي أنه سيتم توظيف 500 عامل جديد في عام 2014 من طرف المؤسسة الوطنية للتنقيب بحاسي مسعود، وذلك في إطار برنامجها الاستثماري للسنة المقبلة. وسيجري توظيف هؤلاء العمال الجدد في إطار عقود التكوين قبل التشغيل وعقود التشغيل المباشر. وأفاد ذاته المسؤول بأنه سيتم في إطار برنامج المؤسسة لسنة 2014
تشغيل 5000 تنقيب حفرات جديدة تم اقتناؤها في إطار استثمارات المؤسسة، حيث سيتم تشغيل 2 منها خلال الثلاثي الأول لسنة 2014 و2 آخرين خلال الثلاثي الثالث والخامسة في غضون الثلاثي الرابع من ذات السنة. توفي أمس الجمعة الحاج عبد الله الكنتي شيخ الزاوية الرقادية الكنتية ونجل العلامة الراحل الشيخ محمد الكنتي بطريق المنيعة إثر حادث مرور، وذلك عن عمر يناهز 36 سنة. وتشيع جنازة الفقيد اليوم بمقبرة قصر زاوية كنتا في أضرار وسط حضور كبير لمشايخ الزاوية والأئمة وإطارات السلك الديني وكذا مئات المواطنين. هذا وتعد الزاوية الكنتية إحدى أعرق وأبرز الزوايا بأضرار، حيث أسهمت ولعقود في نشر التعليم القرآني والفقه والمتون وتخريج المئات من حملة القرآن دون الانخراط في السياسة، بما أكسبها احتراما وثقة كبيرة في أوساط سكان المنطقة. أورد إذن موقع إلكتروني إخباري جزائري نبأ اغتيال مواطنة جزائرية بليبيا تراثا الفارط لأسباب تبقى مجهولة لهذه اللحظة حسب السلطات الليبية. ويتعلق الأمر بالمدعوة زهرة خميستي ذات 30 سنة والمنحدرة من منطقة سيدي حمدوش بدائرة عن البرد ولاية سيدي بلعباس، وتعمل كحلاقة بالعاصمة الليبية طرابلس منذ 6 سنوات، هذا حسب ما أكده أهل الضحية. وسيتم نقل جثة الضحية لدفنها بمسقط رأسها عبر مطار هواري بومدين بالعاصمة، ليبقى التحقيق مفتوح بليبيا لمعرفة ملابسات هذه الجريمة. وفي ليبيا دائما تداولت صفحات عدة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في ليبيا تداول فيديو يظهر رئيس الحكومة علي زيدان لحظة اقتياده من الفندق الذي يقيم به بالعاصمة طرابلس إلى مكان إيقافه فجر الخميس 10 أكتوبر الماضي سنة 2013، أي هذه السنة. ويظهر في الفيديو زيدان وسط جمع من الخاطفين، بعضهم يحمل سلاحا يقتدونه في لباس نومه خارج الفندق، وتسمع في الفيديو أصوات تظهر من كان يحاول إيذاءه أو حتى ضربه. وكانت مجموعة مسلحة قد اختطفت رئيس الحكومة الليبية علي زيدان من غرفة نومه بأحد فنادق طرابلس، اتضح فيما بعد أنها تتبع لجهاز مكافحة الجريمة وحبسته لساعات قبل أن يتم تحريره حسب وصف الحكومة الليبية. ووجه زيدان اتهامات لعضوي المؤتمر الوطني العام محمد الكيلاني ومصطفى تريكي بالوقوف وراء الأمر، لكنهما نفيا التهمة. في شأن آخر ودوليا، دائما أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلاده ليست واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني في الفترة الحالية، معتبرا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مخاوف إسرائيل ودول المنطقة من البرنامج النووي الإيراني. من جانبها نقلت صحيفة لوفيغو الفرنسية عن مصادر مطلعة قولها إن إيران أبدت استعدادها لوقف تخصيب اليورانيوم 20% وتأجيل تشغيل مفاعم البلوتونيوم قرب أراك، بالإضافة إلى عدم استخدام أجهزة الطرد المركزية الحديثة. وأضافت المصادر أن هذه النقاط تنعكس في خارطة الطريق التي يتفاوض عليها الأطراف في جنيف.